فيديو اليوم رح ندخل على الأمي تي في وأي حدا بضحكنا أنا وصياح رح يربح 100 دولار. خلينا نحكي عن الموضوع أكثر. مرحبا يا جماعة، معكم محمد هيكل وجيت كل يوم بفيديو جديد. بدي ادخل اعمل فيديو عن نور مار اظل اطعم عليه للصبح، كنت ناوي ادخل موسوعه جينيس بالتنمر عليه، بس للاسف يا جماعه اجاني نبأ انه صاحبي انطرد من الدار، فجيت بدي ابلش تصوير يرن علي صاحبي اسمع بعرض امك انطرد من الدار ما في مكان انام فيه، فعشان هيك يا جماعه رحبوا معي بالمطرود من البيت، مكسور الجناح، صياح ناصر. تفضل صياح، والله نورت، والله قناه الهياكل انها اشرقت وانورت، والله العظيم اشرقت وانورت يا اسمع حطيه بالمونتاج نغمه جون سينا وناس بتزقف، روح عيدها روح تعال، نغمه جون سينا وناس بتزقف ونغمة اندرتيكر وزيادة بطاطا. تفضل استنى استنى بدي اعمل حالي مش منتبه انك بدك تفوت عشان احط لك نغمة جون سينا. يلا هسه فوت. يا ابو حمودة بس زي ما الكل عارف يا جماعة صياح نايم عندي يعني مصاريف زيادة، يعني باكيت دخان وكاس قهوة كل يوم الصبح، وصياح زلم ما بفطر غير خبز توست مع لبن، وانا زلمة كنت افكر خبز التوست بيجي بس من المسلسلات الامريكية بس هيك اشي خيال علمي زيه زي سبايدر مان وباتمان هيك كنت افكره، والزلمة هذا مش زينا باكل شاورما وانتهى الموضوع، هذا بده الشاورما قبل الاكل والشاورما بعد الاكل، وطبعا ما ننسى برضه يا جماعة اني مشتري جاكيت 120 ليرة، فعشان هيك يا جماعة هذا الفيديو برعاية امسكها نعمل مع بعض عصير اليوم هيك هم هيك طلبهم انا ما دخلني فعشان هيك يا جماعه هذا الفيديو برعايه عصير اليوم صياح اعمل انت الاعلام بحياه امك بالله والله غير تعمل والله لا تعمل لا يا رجل عصير اليوم لا سكريات وطبيعي بس شو اللي بس هذا اعلام بليرتين كمل رخيص شو اللي رخيص عصير اليوم يتميز بنكهات الطبيعيه الخاصه و عزاكي شو اللي فوائد يعني هو مشتري حقوق المانجا اي حد بيقدر يعمل مانجا إيه. عصير اليوم يتميز عصير اليوم بانه له نكهه خاصه زي ما قال اخونا صياح وزاكي اشربوا عصير اليوم يا جماعه لانه اسوء عصير اليوم يمكن بكره ما تلاقي هسه يا جماعه بندخل انا وصياح على الام تي في واللي بضحكنا انا وياه مع بعض راح يربح 100 دولار طبعا عمليه انك تضحكنا انا وصياح مع بعض روح حرر الاقصى اسهل انا صياح ما بعرف كيف شكل لسانه اصلا صياح اخر مره ضحك لما كنا انا وياه بالمدرسه بالصف السادس ولولا ما انه ابوه اعطاه ربع ليره زياده مصروف على المدرسه ما راح يضحك من هذاك اليوم لهذا اليوم ما شفت لسانه انا ما بعرف كيف شكله عادي ممكن يكون بدل لسانه بقدحات مثلا لانه ما حدا بيعرف كيف شكله وانا انك تضحكني اصعب من انك تضحك صياح عشان اضحك لازم كل شيء جد بضحك وانا ما بشوفش اي شيء بضحك الحياة غير صياح فخلونا ندخل على الأمي تي في يا جماعة نشوف لو في واحد يضحكنا بقى. والله غير أعطيه 100 دولار وأعطيه من صياح 3 ليرات إذا بضحك إذا بضحك افضع عرضي وإذا بتضحك افضع عرضي مرحبا أبو هيكل هلا والله حبيبي اذا ما ظلت تتحرك بتضايق خلص ما ظلت تتحرك انا وترتني هيا ابو هيكل هلا والله ايه اضحكك واخذ 100 دولار انت بابا نويل عماما نويل انت على الشعر هذا دقيقه هلا والله كيف الحال حبيبي اخبارك والله احسن يوتيوبر والله احسن واحد بحضر يوتيوب اسمعوا قرار اللي بضحكني بنكته هسه بربح 100 دولار هالمره في واحد قاعد يقول سالفه هيك حلمه انه ابوه كان نايم متمجمج لا ابو هيكل هلا والله ترى حشمه حبيب اخوي اخبارك حبيبي انا مبسوط والله وانا مبسوط انا مبسوط لانه خشمك اكبر من خشمي والله العظيم يسعد دينك يا زلمه الله يسعد دينك متعذب بحياتنا اذا في شيء غلط خشمك جاي هيك وهيك مره واحده فارد يعني هيك مفوحي بعرضك تاخذش نفس عميق عشان مايك عندي بلاش تسحبه بسحبه من عندك والله بسحب انت شكلك مخلص اكسجين البيت زيي اسمع صح ضحكتك وهيك لسعدينك لسعدينك بس خشب والله ورد يا ما كلكم بتخشوا ما شاء الله كلنا أفر من لازم اجي اعيش معاك وانا مضطهد هون يلا هسه اسمع في واحد اسمه عوض حلو عسكري هو المهم راح صاحبه على البنات راح صاحبه حكى له تتغدى معاي وانا مع الاوطه حكى له معاك قعد معاه وصار ياكله اجى صار يقول له بدك تنام معاي وانا مع الاوطه حكى له لا معاك قعد واكل معاه اجي ثاني يوم جي يروح حكى له مين بدك يوصلك انا ولا الطلطوطه حكى له لا انت نزل على الدرج نزل
لقى بنت تشلق مز مز بتشلق تشلق مش طبيعية. حكى له شو اسمك؟ حكيت له طلق ضوطة. حكيت له شو اسم انت شو اسمك؟ حكى له انا عوض اخي. مرحبا. واخيرا واخيرا حبيبي صلي يا زلمة ساعة بدور يا زلمة. انا الي 3 ساعات وينك؟ ليش هيك تعمل؟ عارف. ليش هيك؟ الى متى يا شو اسمك؟ يحيى. يحيى الى متى هذا الحكي؟ يا والله انا متغلب وانت متغلب، مش لازم نلاقي حل اللي بصير. والله كفو والله كفو. اسمع شو ما ابدا الله. مين يبدا؟ مين يبدا؟ انت ابو هيكل؟ لا ليش بتنتقد المشاهير انت؟ حر انا حر بدي انتقد المشاهير. ماما بتعرف انك بتأرجل؟ البابا؟ طب خاله بيعرف انك بتأرجل؟ وايكر هلا والله هلا والله هلا والله هلا 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 مهند حبيب اخوي. لا احنا العيلة كلها بتتابع اخوي. يا زلمة الله يسعدك انت وكل فرد من افراد عائلتك الكريمة. اقسم بالله تركي قرايتي بدور عليك. يا زلمة يسعد دينك ودين قرايتك. شو بتدرس؟ والله طب. طب وبتحضرني ليش؟ شو بدنا نسوي؟ مقطعين. طب عندك نكتة ضحكنا تربح 100 دولار. بدنا نضحك ابوي كرتال. بقول لك مره شيخ اندعس عبى الشارع حسنات غيرها. مرحبا ابو هيكل. هلا والله. اسمع منك بس اطلب طلبات يا سلامي. بس ليش بتحكي بسرعه بالليوت؟ والله انا هيك طبيعتي يعني ما بقدر اغير هذا الاشي فيه. حتى لو اعمل سلو موشن ما بلحقك. والله بعينك الله نتفاهم مع شوي منك وشوي مني بنفهم. ان شاء الله. عندك نكته ضحك لتربح 100 دولار؟ اقول لك نكته يا اخوان. الشاب توفى. لا تقول لي نكته، رن على الاسعاف. مرحبا ضحكت. يا وهلا ضحكني والله. عين زقطناك وين شباب على الديسكورد بتحكي؟ يا زلمه بضحكوني مشان الله انت وشباب الديسكورد. هذا يا سيدي العزيز مره واحده رايحه تاخذ رخصه. حلو. قالها اذا دعست البري اذا دعست بنزين شو بصير؟ تمشي بسياره. وإذا دعست الثنتين مع بعض السيارة بتاخذ سكرين شوت. في غيرها؟ مرحبا. أهلين أبو هيكل. قرار صادر من الهيكل الأعظم وتبع الأولاد صياح. اللي بيضحكنا بربح 100 دولار. عادي نكت شو اسمه؟ يا أخوان والله عادي وأقسم بالله عادي. عادي بضحكنا. أنت بقرات أبو هيكل هون منبع قلة الأدب. ولك واحد فات يتحمم مع أمه فشافه قالها شو هذا؟ قالت له ضربة سكين. قالها جاي في نص. بعت لنا رقمك لبعت لك 100 دولار. بعت لنا. اقسم بالله ابو هيكل. يس ابو هيكل. يا عيون ابو هيكل انت يا روح ابو هيكل ولك يا دم ابو هيكل يا قلب يا قلب الهياكل كلهم. انت قلبي يا زلمة. مرحبا. هلا والله. كيفك يا اخو؟ احكي لك نكتة. اوكي بس بدي بسألك سؤال. تعرف تاكل المنسف بالشوكة والسكينة ولا لا؟ يا زلمة انا اصلا شو هواياتي بالحياة؟ التنمر والقفز واكل المنسف بالشوكة والسكينة. مرحبا. حلو. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ ابو هيكل صح؟ ايش؟ ابو هيكل صح؟ ومين غيره يعني؟ الهيكل الاعظم انا يا زلمة. ما هو اسمع قبل شوي قسما بالله لقيت ناس قاعدة بتدور عليك. يا عمي الواحد يعني والله يا اخوي انه حياة الشهرة صعبة، يعني بحاول لما اطلع البس لفحة بحاول بس خلص شو بدي اعمل؟ مرة واحد حلو راح مستشفى مجانين محشش ان شاء الله. نكتة 32 33 في طابق اسمه طابق 34 لا. بعرف هالنكتة. في غيرها؟ شو لا شو طابق 34؟ في طابق بيقول طابق بيقول لا طابق بيقول لا بعرفها. اكلنا. هذا يا سيدي العزيز مرة واحد بدوي ولد بدوي باخذ حصة رياضية. حلو. قال له واحد الاستاذ قال له 1 × 10 كم؟ قال له فضع عرضهم. قال له كفو اشهد انك رجال.
في غيرها؟ دقيقة مكسيكي هات لك نكتة يا زلمة. مكسيكي انسى حرك حالك. 100 دولار بتطلع بتاكل برجر في برجر ميكر، بعدين بتروح على السيتي مول بتروح بتاكل كنافة من حبيبة وبتشرب عصير اليوم افضل عصير بالعالم. قول ليش رجل الفيل من الاعضاء التناسلية؟ لان هذا الساعة واحد بت... ايش عاد ايش يا هلا والله شواربين ابو هيكل هلا والله مستعدين مستعد دياناتك والله متابعك من اول ما عملت فيديو ببيع متابعني من شهر انت الاسبوع الماضي مالك ربع ساعة متابعني هيو والله هيو هيو هذا اللي بضحك هو انت ملاقي عمر دياب هيكل هلا والله هيكل الاعظم حبيبي مين هذا مين هذا صياح تبع الاولاد ولك هيكل العرض مني ما يصدق ابو هيكل هلا والله يسم مستعدينك عسر يطلع يسعدين صياح يا زلمة ايش يا حب يا زلمة لا تقول لي يا حب لا تقول لي يا حب انا مش حب انا اخوك اخوانك بدور عليك تحكي لصياح يا حب لا اخوك اخوك لا حبيبي صياح لا والله كيف شكله ابو هيكل هلا والله دينك يسعد دينك النت عندي بقطع ولا عندك عندك النت زي وجه صياح دقيقة خلنا نطلع برا والله لا يسعد دينك اسمع بضحكك في عندي نكتي بس شوي وقحة عادي يا زلم عادي احنا مش بقناة العفاسي يا اخوان اقصد احنا قليلين ادب ما في اي مشكلة يا بقول لك في ثلاثة اردنيين حلو بقول لك واحد منهم بروح على امريكا شو جبت معك قعد سنتين شو جبت معك قال له جبت المنطق صاحب الاردن لا جاب المنطق صح وقال له انه امه رقاصه هاي نكته الام رقاصه صح لا 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 مي امه رقاصه لا يلا كمل نكته الكلب صح لا دقيقه ها نكته الكلب اللي بقول له الكلب رابطينه بجنزير بالحديقه يا عمي حد يجيب نكته ضحكنا يا عمي بعدين اعطيني 100 دولار انت ضحكت يلا مين بدي ضحك الثاني هون بس والله يا جماعه انا نص ساعه متصور والله زقت في اثنين او ثلاث ربحوا كل واحد 100 دولار راح يوصلوهم كل واحد لباب بيته لا تنسوا هاي الحلقه برعايه عصير اليوم حكينا عنه ثلاث مرات لانه دافع كثير مصاري كان معكم صياح ناصر تبع الاولاد وابو هيكل تبع مش الاولاد انا تبع النسوان بنشوفكم الحلقه الجاي